تصدر هاشتاج عبد الرحمن بن مساعد على تويتر بعد أن نشر أحد المغردون فيديو للأمير عبد الرحمن وهو يقبل رأس الفنانة المغنية أصالة السورية في حفل ليلة سهم، وأشار في التغريدة بهذا. من جانبه رد بن مساعد على الفيديو: الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من 25 سنة، وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم. وحول تقبيل رأسها، أوضح بن مساعد: سألتني في ليلة سام تسمح لي أقبل رأسك، فقلت لها دون تفكير اسمح لي أنا بذلك، الموضوع لا يتعدى ذلك وإلا ما فعلته علنا.